جوهرة اف ام. Fethen Mlaeh Hazral, directrice de promotion en Fédération tunisienne de l'hôtellerie, directrice générale de la chaîne Talassa. عندنا مظاهرة كبيرة برشا كما كنتوا تشوفوا فيها. عندنا ملتقى لشيف دو باسان ميديتيرانيا. جاو باش يلفون ليشونج باش يطيبوا تونسي باش يطيبوا من بلدانهم باش يذوقوا العباد فاش قاعدين يطيبوا باش نعرفوا بالمنتوج المنتوجات التونسية الغذائية باش نعرفوا بالأكلة التونسية باللي سيت هيستوريك نتاع تونس كل فرد مكان و مش لقيت مدام مش لقيت بصراحة والله لقيت برشا تشجيعات برشا عباد عاونونا برشا أنا فرحانة برشا اللي العباد الكل حبوا يساهموا وبالجهد نتاعهم كسوسا بمعجون الهندي ولا بالسيغو دو دات ولا باللي برودوي اللي المنتجات الصناعية نتاعهم الماكولات هما اللي قاعدين يعملوا في الكرياسيون جوستومون في لي زاتوليي قاعدين ياخذوا مثلا البرغل التونسي ويطيبوا به كما هما يتصوروا معناها ياخذوا منتوجات تونسيه البرغل الهريسه ويطيبوهم بطريقتهم وهكا نتوصلوا اون مودرنيز اون كونسيرف دابور لو باتريمون كولينير اون ايساي دو لو مودرنيزي اي دو لو ديفلوبي بور لو فير اونير سور لانترناسيونال. انا اعتقد ان هذا مهم جدا انه نكون اليوم في المنسير للاحتفاء بالمنسير بعادات منسير بتاريخ المنسير وكذلك لاعلان منسير يعني مدينه فنون 2016 2017 اعتقد هذا شيء مهم جدا ان شاء الله من خلال جمله من البرامج والمشاريع الابداعيه الفكريه الفنيه التراثيه السياحيه كهذه يعني انا اعتقد ان الاهم ان ان شاء الله نتواصلوا مع بعضنا في نطاق الصيغه هذه للمنسير مدينه الفنون لكي نعطي للثقافه للفن للتراث يعني ما يمكن ان يدفع بهذه السياقات للافضل ونحو الافضل. جوهرة FM